قبل أيام كانت تفصله عن اجتيازه لشهادة الباكالوريا، شاء قضاء المولى عز وجل أن يتعرض التلميذ حبلازين الدين ابن ولاية البويرة البالغ من العمر 21 سنة لسعقة كهربائية عالية بقوة 30,000 فولت وهو في طريقه لتلقي دروس الدعم، حادثة أحرقت أجزاء كبيرة من جسمه خاصة الأطراف العلوية والسفلية وأدخلته المستشفى. وبعد عدة عمليات جراحية في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لم يكن أمام الفريق الطبي من خيار سوى بتر يدي زين الدين لتفادي المضاعفات. راني بريباري الباك، عندي باك هذا العام إن شاء الله. كان نهار السبت، والله كنت رايح نكمل النقرة، تلاقيت بصاحبي كنت راح نعاونه شوية، والله كتب المكتوب صارت الاكسيدون هادي، رفدت السلم وطاح في تسبك في الخيط، والله كتب المكتوب واش صرا تما، داروا لي لوبيراسيون لومبيتاسيون تاع يديا. الفاجعة كبيرة وصدمة عائلة حبلال كانت أكبر، لكن الهبة التضامنية جعلهم يتجاوزون المحنة، خاصة تجند أصدقائه الأربع في خدمته ليلا ونهارا ليكون درس وفاء الصديق هو الحكم في هذه المواقف. من نهار اللي صارت الاكسيدون لقيت كاع الناس وقفوا معايا، لحقتوين حتى يجيو عندي لوبيتال الناس ما نعرفهمش، سورتو صحابي اللي وقفوا معايا كانوا في الغرف لوبيتال اللي قعدوا معايا يباتوا معايا، ملي دخلت هما في لوبيتال معايا، واللي كانوا يعاونوني هنا في شغل يعاونوني اللي ما يقدرش يجي واللي يعاونوني على البعيد، الحمد لله ربي يعطيهم الصحه ان شاء الله. في ربعه هما، في ربعه نعيم فهيم واسمه محمد طاهر وزكي، هذون هما ربعه، هذون سي ايزوم ماركي ليفانمون. كاين بزاف، كاين اسامه، كاين احمد، كاين سفيان، كاين يعني ما نقدروش نسموهم كاع، ما نقدروش جيش. جهود الفريق الطبي، العائله، الكل يحاول رفع معنويات زين الدين في تقبل الوضع وتجاوز المصيبه. يكتمل النصاب بالطاقم التربوي بثانويه اثمنصور بولايه البويره بعد المبادرة التي أقدم عليها بعض الأساتذة في رفع المعنويات. المبادرة دارها الأستاذ حجي حسن الشيخ تاعي تاع الانجلي، دار سوجي شوال سوجي كومبلي من التكست حتى لابرودكسيون، دارها قاع كامل شوال، تهضر على زين الدين قاع. باكي كي شفت السوجي شوال لحمت شو كي شو الحاجة ما كنتش قاع نستناها، والله حاجة شو فرحتني بزاف. وزيد الأستاذ حمزة بورس ثاني دار لهم بروجي في العرب نورمالمون، قال لهم تحكيوا عليه ويتو شو حاجة عجبتني بزاف، فرحتني. ولأن الإرادة تصنع المعجزات، زين الدين يفاجئ الجميع متحديا الصدمة الألم، ويعلن عن رغبته في إكمال التحدي واجتياز شهادة الباكالوريا. أنا واحد من الناس قلت امبوسيبل يلحق يجوز الباك، بريميرمون كان يسوفري في لي دولار وكذا، وزيد الوقت ما كانش في صالحنا، لو 18 مارس ما بقالوش الباك، دونك انا قلت القضيه هذه تاع الباك امبوسيبل، تحدي لازم نجوزو، باسكو نهار اللي شعل دخلت لونتاري سكولير في هذا العام قلت راح نجوزو اوفيسيال، كنت معول دونك نجوزو مالغري كاع واش صرا. كنوض الصباح ديريكت شو نبدا في التليفون،
نقرا شويه في التليفون نريفيزي. سينو يجيو لي بروف للدار، يجي بروف تاع الفرنسي، بروف تاع انجلي، تاع العرب، تاع الفلسفه، يجيو يقراوني حتى وين نعيا كاع نروبوزي شويه. هذاك هو البروغرام شاك جور. هي ساعات قليله تفصل التلميذ زين الدين عن اجتياز حلمه في نيل شهاده الباكالوريا، رغم الحادث الخطير ورغم الفاجعه. صاحبنا يوبريجي ما نخليهوش فريمون، اشتري له شابون، اعطى له ربي واحد الكوراج، الله يبارك ان شاء الله تجيب الباك. رانا معاك. جامي شفت واحد هكذا صرا له هكذا، المورال تاعو توجور طالع، توجور طالع. فوالا ان شاء الله ربي يجيب له الشفاء. انا جيت في سير بلي يجيب الباك تاعو باسكو نعرفو تربيان. والامل باق في تركيب اياد اصطناعيه متطوره تكلفتها اكثر من 100,000 يورو. 60,000 يورو تم جمعها من قبل أبناء الجالية في الخارج وبين أبناء منطقة أثمنصور بولاية البويرة، وتبقى تكملة تكلفة العملية في زرع الحياة مرة أخرى لزين الدين بيد الله عز وجل وبمساعدة المحسنين. لحقوا جمعوا مبلغ لا بأس به 820 مليون في ظرف قياسي، في ظرف أسبوع ولا ما لحقش. كي نجملوا واش لا يمولوا هنا واش لا يمولوا في الخارج، تخرج ابيبري 60,000 اورو. عندنا درك 60,000 اورو، 60,000 اورو اكزاكتومون. الفاتوره تقول 105,000 اورو. وحلم الباكالوريا قد يتحقق رغم الالم باذن الله تعالى، وحلم حمل شهاده النجاح بعد تركيب الايادي الاصطناعيه مرهون بمساعده المحسنين. وبين تحقيق ذلك نقف وقفة شموخ أمام إرادة زين الدين الذي أعطانا درسا في الصبر والتحدي. إرادة وشوية شوية خدمة تلحق إن شاء الله. إن شاء الله يوقفوا معاه، خاصة معنويا، باسكو هنا راه اللعب كاع في المعنويات. كل التوفيق زين الدين، شفاك الله.